السيدات والسادة، بالنسبة لنا في دولة الإمارات ومن خلال رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نركز دائما على التعاون والتنسيق وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وننظر دائما إلى النمو الاقتصادي كممكن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار مجتمعاتنا والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانيات والقدرات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومستدامة. وتؤكد دولة الإمارات وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة على التزامها الجاد بهذه الشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي تديره شركة القابضة ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.